المملكة العربية السعودية دائما تقدم يد العون إلى السودان، وهي مهتمة اهتمام كامل بكل تطورات الأحداث في السودان. تقييمك لدور العلاقات في المملكة بين المملكة العربية السعودية والسودان خصوصا في المرحلة الأخيرة؟ الآن بعد انسداد الأفق في السودان وبعد القرارات الانقلابية 25 أكتوبر، أصبح الوضع أكثر هشاشة في التعامل مع المحيط الإقليمي، وفشلت المحاولات الداخلية للتعاطي مع الوضع، مما جعل مندوب الأمم المتحدة للتدخل في الشأن وإطلاق هذه المبادرة. لا يخفى عليك أن المملكة العربية السعودية ظلت على الدوام مشاركة في مرحلة ما بعد الانتقال، ظلت راعية لسلام جوبا أولا ومن ثم حتى في التفاوض الأول الذي تمخضت عنه الوثيقة الدستورية، ظلت المملكة العربية السعودية حاضرة. إذن المملكة العربية السعودية تريد أن تلعب دورا حقيقيا في دعم الاستقرار في السودان، لذلك تجدها مبادرة دائما في الملمات. المبادرة الأممية هو قد يكون هذا الاتصال جزء من دعم المبادرة الأممية لحل هذا الإشكال. إذا هي يعني لن ندعكم تذهبون وحدكم، ممكن قد تكون هذا فحوى الرسالة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ستكون المملكة العربية السعودية ودول الترويكا الأخرى داعمة لهذا الحوار. هذا الحوار قد يحتاج إلى جهود لتقريب وجهة النظر بين السودانيين، التي ما كنا نتمنى أن يحدث يعني تدخل بين السودانيين لدعم الاستقرار، ولكن طالما أن هذا حدث ليس هنالك من هو أقرب إلى السودان من المملكة العربية السعودية للعب هذا الدور مع الأمم المتحدة في يعني تسهيل الأمور والتفاوض من أجل حل هذه الإشكالات الموجودة الآن على الساحة السياسية السودانية.